بسم الله الرحمن الرحيم إن خيتم لجو الله هانس أرتا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بقول الله بيري خاستم الله هان بوق تن خاستم بوي تنگر غو الله خوي تنگر جيش تر ديو خوي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إشتا الله إثنر لوي ويسنو عشان غو بلخشخ ويقر يول شل غو عمل شقا من يهده الله فلا مضل له بقول الله نسينرك نيس وقبلرك قل وقع تعموات ومن يضلل فلا هادي له الله وقل وقنرك تلر شعبنرك نيس وقع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أصبق الله تيوش المدى الله وترك شين عبادة تحق دوش تعموات وحده شاتعوي لا شريك له تعناق واستقوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اشتأستيوش المدى محمد تن ليخ لرت تن إلش لرت أما بعد توضح وإن حلق هذا شرح ثلاث الأصول وأدلتها والشتوجين رجينا ثلاث الأصول وأدلتها يازنرك شيخ محمد ابن عبد الوهاب الله وقن غي تنبولتنا نخش مهتداق الأصول بوشتوجين معنا بوخ بوغ دوئي كورتم دوئي ثلاثة الأصول وأدلتها إلى شاء قبوخ بوي شي دليل ثاني هر ثلاثة الأصول معنى شحق دوش إجيم جين وين قية تأديش يازن شرح ديوش دوي هر شرح يازن رك شيخ هيثم بن محمد جميل سرحانو الله إن غيتم بلتنا الله الله تأويل زوين الله يبوربانس ديش دولي دوي مقدمة بين يدي الشرح وين حلقة يو شرحي ديش حلقي دو حر هرجين يازدنر ملو حق دي دوي مؤلف هذا المتن شيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد شيخ الإسلام وإز توحيد دينويش توحيد دي دعوة دينويش كارل دوقش وإن جوئز الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي كنيته أبو الحسين سن كنية أبو الحسين خلا ولد في عيينة سنة 1115 عيينة أول شول غالع بلائزة تعزر بابخي طول شرح وتوفي في الدرعية سنة 1206 هجري اشتا دقيقا إذا درعية أول شول ميتح تعزر شبعة يال أول شرح الله وقن غيتن بوتن الله ويشع دوتن تأقى هر أصول الثلاثة ويول يلي بخي خطر حقدو شيخ هيثم سرحانو هو بخي خاتر دو دوحر خاتر لماذا ندرس التوحيد التوحيد وي عام در هو بحندو هم تعام ليش دو وي ايج اتخاتر جواب لوش وين دال دوتسو وي التوحيد عام درن كورت بحنش سارة لات ديتر دو وي دوحر لأن الله خلقنا من أجله التوحيد دوع قيلا دوي الله ويقوتش درهم ويقوتش درهم شلغة لا يقبل الله أي عمل إلا به الله تسعى عمل قبل يشميات التوحيد دوي قولها لا يدخل الجنة إلا موحد يلس من تسعى سك شو عبير موات موحد شوي إموحد أشبو أشا خلما ديزش يتتوحيد خبرش دي ألغى سبب لتكثير الحسنات سبب لتكثير الحسنات التوحيد بحن ضحونا حديك عمل سويالر وسبب لتكثير السيئات إشتا التوحيد بحن ضو حق إن وشن الله جاكتر يعلغى سبب لهداية واستقرار الأمن إباحن ضحون نيس نق نيس نقون الله بلرن حووشن نشاط وعالش ورن سبب لطمأنينة ورغل إذ باحن دوحونا حدك شو دائما برغط وخلر برغل سبب لشفاعة النبي إشتا التوحيد باحن مدو بايمر صلى الله عليه وسلم قيمة تيناح ودير شفاعة درن مبقي أم بقي